شاركت هيئة البحرين للسياحة والمعارض في معرض برلين السياحي الدولي الذي أقيم في العاصمة الألمانية بمشاركة 18 مؤسسة من القطاع السياحي. هذا وشاركت الهيئة في المعرض ضمن جناح خاص لمملكة البحرين ضم عددا من أبرز الشركات السياحية ومؤسسات الضيافة ومنظمي الرحلات في المملكة، وجرى خلاله الترويج للمعالم السياحية والبرامج والفعاليات السياحية التي تقدمها مملكة البحرين للزوار على مدار العام. ITB برلين هو أكبر معرض تجاري دولي للسفر والسياحة، يعقد سنويا منذ أكثر من 50 عاما في برلين. يشكل هذا الحدث نقطة تلاق لكبار الشخصيات والمحترفين في صناعة السياحة العالمية، حيث يعرض صناع السياحة من جميع أنحاء العالم منتجاتهم وخدماتهم، ويتيح للمشاركين التعرف على التطورات في هذا القطاع المهم. تحرص هيئة البحرين للسياحة والمعارض للمشاركة بصورة فعالة طبعاً في مثل هاي المعارض، وهو معرض الITB يعد من أكبر المعارض وأضخمها على مستوى العالم، وذلك للترويج للبحرين كوجهة سياحية مفضلة للسواح في مختلف مناطق العالم. تعد السياحة في البحرين من أهم مصادر الدخل في المملكة، وهي بذلك تدعم الاقتصاد البحريني بقوة. وتشارك مملكة البحرين في معرض السياحة في مدينة برلين في إطار جهودها الرامية لتعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة متميزة على خريطة السياحة العالمية. وإحنا نتطور في مجال السياحة وفي هدف، يعني إن كانت الرؤية الاقتصادية 2030 وإن شاء الله الرؤية القادمة 2050 كلها تصب في زيادة الدخل من السياحة، والبحرين لديها يعني كثير من المنتجات السياحية. عندما تم إطلاق معرض ITB لأول مرة عام 1966 في أرض المعارض في برلين، شارك 9 عارضين من 5 بلدان، وفي هذا العام يتجاوز عدد العارضين 7000 عارض ورائد أعمال من حوالي 180 دولة يجتمعون تحت شعار رواد التحول في السفر والسياحة يدا بيد. يوفر معرض ITB برلين فرصة هامة للقاء رواد الأعمال في مجال صناعة السياحة والضيافة والفندقة. سارية مرزوق، تلفزيون مملكة البحرين، برلين.